الامل تماما في المحكمه، بس الحمد لله ربنا ما ضيعش مجهودنا، احنا سعينا لاخر لحظه، ما ضيعش مجهودنا في حاجه زي كده عشان احنا بنسعى في حق طفله، وحقي وحق ومستقبلي. وده فعلا الحمد لله اللي حصل، ولسه هتكلم معاك عن المستقبل. كنت عايزه اعرف منك ايه اول رد فعل عملتيه لما عرفتي وتم اثبات النسب؟ اول حاجه طبعا النار اللي في قلبي هديت، وفرحت، فرحت من نفسي اللي قدام ناس كتير قوي ما كانتش عارفه الحقيقه، ومن كلامهم واللي هم مش الناس مش فاهمه الحقيقه فين. وبعد ده طبعا الناس كلها عرفت الحقيقه، فدي حاجه مشرفاني ومفرحاني قدام الناس كلها وقدام ربنا، ده اول حاجه. الحمد لله على اثبات الحقيقه يا امل، وانا لسه هرجع لك تاني وهنتكلم عن احساسك تاني، وانا يعني يمكن ده ما يكونش الكاميرا جايباه قوي، لكن امل بمجرد ما بدانا نتكلم عينيها دمعت، وده حقها اللي هي اتحملته كان كبير وهي في سن صغير جدا. وزي هي ما بتقول كل الناس كمان، وده هتكلم معاه دلوقتي مع استاذه فاطمه، في ناس كانت بتشكك وكلام كتير الحقيقه كان يعني غير مفهوم الفترة اللي فاتت. وطبعا أول بعض ممكن يفهموا بأن كان في بعض الحملات ربما من جانب يعني الجاني أو ربما الأسرة. هنعرف الموضوع ده من أستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة مبروك لأمل. الله يبارك في حضرتك، واحنا كل الشكر لسيادتك وللقناة ان هي تبنت قضية بنتي، وانا يعني الحمد لله احنا نحمد ربنا، احنا ربنا بارك لنا بعد ما حضرتك ذاعت البرنامج والناس اتفاعلت معانا، وبنشكر سيادة النائب العام المحترم على تفضله بقضية بنتي، ان هو يعني فتح التحقيق وفتح الدنيا بعد ما كانت الدنيا خلاص يعني بقت سودة في وشنا. الحمد لله ربنا أكرمنا بكل الناس، يعني النيابة العامة فتحت التحقيق على أكمل وجه، رجال المباحث يعني أقول لحضرتك إن هم تعبوا وبذلوا مجهود جامد، طبعا السادة المحامين اللي شرفنا بيهم، السيد بدرة، استاذ محمد، محامين مصر يونس، كلهم كانوا بيكلمونا في الجمعه في مصر عشان يترفعوا، استاذ محمد يونس، استاذ عبد الفتاح عبده، الناس دول بصراحه يعني تعبوا تعب، يعني احنا مش لو قلنا لهم مليون الشكر مش هنقدر نوفيهم حقهم. طبعا ربنا يبارك لهم. اول واحده بحب اشكرها على يعني قدام الدنيا كلها استاذه بسمه ابو النجا الصحفيه، هي دي اول واحده نشرت قضيتي واهتمت بيها لحد اخر لحظه، لحد هذه الساعه يعني بتتواصل معايا ومعايا خطوه بخطوه. انا كل اهل امل اتخلوا عنها، وعمها علي قال لها يا بنتي مش هينفع نسيب حقك. احنا ده اللي حسيناه من كلامها الحقيقه لما كانت معانا. ما قلتش لحضرتك يعني هو اول واحد صورني الفيديو اللي عرضته على هو اللي عرض الفيديو بتاعي الاولاني اللي انا طلعت استنجد بيه ان انا حقي ضايع ومش عارفه اعمل ايه، وبنتي لسه ما طلعلهاش شهاده ميلاد، هو ده بصراحة اللي وقف معايا من البداية. الحقيقة أمل احنا كلنا كنا متأثرين جدا بالقصة بتاعتك، انت صغيرة وبقى معاكي طفلة عندها سنتين، والطفلة دي حتى أبسط حقوقها ان هي اثبات نسبها ده ما كانش موجود.